مساء الخير. النهارده في اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تم الموافقه على مواد رقم 23 و25 و26. طيب المواد دي ايه بالظبط والهدف منها تحديدا ايه؟ اولا الماده رقم 23 هي خاصه بمشروع قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات، وتتضمن معاقبه احراز واستيراد وانتاج ادوات ومعدات او شفرات دون تصريح قانوني او استخدامها في جرائم. يعني الهدف الحقيقي هو الاستخدام، او اللي بيعاقب عليه القانون تحديدا هو الهدف من الاستخدام. كمان وافقت اللجنه على المادتين رقم 25 و26 بمشروع القانون، والماده 25 بتنص على ان يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 3 اشهر وغرامه لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 30,000 جنيه او احدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا الكترونيا او موقعا او حسابا خاصا ونسبه زورا الى شخص طبيعي او اعتباري.